لسه مكملين معاكم لقاءاتنا مشاهدينا، مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان من داخل اكسبو سبورتس في دورته السنيه. يسعدني ويشرفني يكون معايا سياده النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المصريه المحترفه. في البدايه سياده النائب رحب بحضرتك على شاشه اون تايم سبورتس، مشرفنا منورنا. انا الشرف ليا واهلا بيك ابراهيم، ودايما بتشرف ان انا اكون على قنوات اون تايم سبورتس. الشرف لينا يا فندم. وفي البدايه لو اسال حضرتك عن سبورتس اكسبو في دور الدوره الثانيه ليه، والنهارده كانت الندوات او الندوه كانت بتتكلم على مجال الاستثمار الرياضي، واحنا بدانا ناخد خطوات كبيره جدا في مجال الاستثمار الرياضي في مصر. الحقيقه انا شايف انه مجهود من وزاره الشباب والرياضه وان الاكسبو يكون تاني نسخه ليه، انا اتشرفت اني كنت موجود في افتتاح الموسم الاول وفي افتتاح النسخه الثانيه النهارده يوم الخميس، وفي الختام اهو النهارده. في تطور وبقى بتاسس ان انت الرياضه المصريه يكون عندها معرض ثابت بتناقش فيه وبتعرض فيه كل الموجود من انشطه ومن استثمار، وبتناقش التحديات الموجوده او ايه التطوير اللي ممكن يجي. فالحقيقه انا شايفه خطوه هايله وممتازه من وزاره الشباب والرياضه، وان شاء الله النسخ القادمه تكون اكبر وافيد للرياضه المصريه. لو اسال حضرتك عن وصلنا بنسبه كام في الميه واحنا ماشيين على الطريق الصح في الاستثمار الرياضي، وبدانا يعني نظبط الدنيا في الرياضه المصريه ازاي؟ لا ماشيين بخطه ثابته. بص الاستثمار ليه معوقات كتير، تمام. سواء بنيه قانونيه او طبيعتنا احنا عامه او طريقه تامين المستثمر بايه هو اللي يقدر يستثمر بيه ويحقق مكسب ازاي ويعرف يطلع بالريفينيوز بتاعته دي ازاي. فدي خطوات في توجه للدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه في ملف الاستثمار الرياضي. انا شايف ان في خطوات، بقى عندنا شركات وطنيه كتيره جدا بتستثمر بمجالات الرياضه سواء انديه او التسويق الرياضي او الحقوق. شايف يعني لا عندنا، انا شايف بس احنا لسه قدامنا كتير. مصر بلد كبيره جدا، فالاستثمار الرياضي ما زال يبدا، وخلينا نقول بكل التجارب الناجحه اللي موجوده لا احنا عندنا مشوار، وده حاجه كويسه لان ده بيؤكد ان سوق الاستثمار الرياضي في مصر هيحتاج استثمارات كتير الفتره القادمه، وانا متاكد انها هيخش لنا استثمارات سواء خارجيه او داخليه لقطاع الرياضه قريب جدا ان شاء الله. ان شاء الله. سياده النائب وصل حضرتك على رايك في ماتش امبارح، ايه يمكن للمرة الأولى بيقام نهائي كأس مصر خارج الأراضي المصرية لكن هو على أرض مصرية سعودية، الشعب المصري والشعب السعودي نسيج واحد. العلاقة ما بين مصر والسعودية على مستوى القيادة السياسية أو على مستوى الشعوب طول عمرها هي لها قواعدها ولها ثوابتها، علاقة وطيدة، الشعب المصري والشعب السعودي شعب واحد، زي برضو ما احنا عندنا مع الامارات ونفس القصة وكل الدول العربية الحقيقة. امبارح تحديدا في ماتش نهائي الكاس وده اقدم بطولة في الوطن العربي واول مرة يخرج بره القاهرة، ولكن استضافة المملكة ليه اللي بنشكرها عليه والشكل اللي طلع بيه النهائي ما حسسناش ان البطولة خرجت من مصر، بالعكس كأننا في مصر. كان تنظيم هايل يليق بشكل البطولة وبشكل مصر وباستضافة المملكة، وزي ما قلت انا شايف ان دي بداية تعاون تاني تكملة للعلاقات اللي ما بين البلدين، واعتقد ان اللي جاي هيكون في حاجات كتير في هذا المجال ومجالات اخرى ان شاء الله تعود بالنفع. انا ببقى سعيد جدا واحنا دايما بنصدر منتجنا وقمة الكرة المصرية سواء انها نلعبها في السوبر في الامارات او نلعب نهائي الكاس في السعودية، كل ده بيؤكد على المؤكد ان مصر هي 100 سنه كوره، مصر وقمه العربيه والافريقيه وفي الشرق الاوسط هتفضل هي الاهلي والزمالك. فبنشكر اخواتنا في المملكه ونشكر كل المنظمين وهيئه الترفيه والمستشار ترك، الاتحاد السعودي، الاتحاد المصري، الشركه المتحده، اون تايم، ام بي سي، يعني اعتقد انه كان عمل جماعي بشكل كبير طلع حاجه تليق بالبلدين. دايما سياده النائب احمد دياب بيراهن على الجمهور، ودايما حضرتك بتسعى ان انت تزود عدد الجمهور، والجمهور كان نجم الماتش امبارح، كسبت انت الرهان امبارح. الجمهور هو روح الكوره، ودايما يعني حتى لو الماتش مش هيبقى فنيا قوي
ولكن الجمهور هو اللي بيعمل الحالة وهو اللي بيعمل الروح. احنا كجمهور مصري لينا طبع خاص ولينا تشجيعنا. من يوم ما تم انتخاب الرابطة وانا بقول انا ما عندناش اول حلم هو عودة الجمهور. الحمد لله ان احنا بقينا 20,000 من خلال قنوات اون تايم. بوجه الدعوة تاني دايما لكل جمهور الأندية، انزل روح الاستاد، انزل روح خد الاكسبيرينس بتاعتك، شجع ناديك اللي انت بتحبه واللي انت نازل بتأزره. مفيش كورة من غير الجمهور، ما بقاش عندنا حجة. الموافقات وصلت، بقى عندنا 20,000. عاوزين ال20,000 دول يكونوا متواجدين في جميع مباريات الأندية الجماهيرية عشان نقدر ان احنا نتمكن من زيادة الاعداد تاني. وان كان ال20,000 على مسابقة الدوري عامة في اي حتة في العالم هو نسبة اقرب للفول كاباسيتي. لو تسمح لحضرتك اسالك عن الترتيبات والتحضيرات لمعسكر منتخبنا الوطني القادم، الدورة الدولية الودية اللي هتقام في ابو ظبي ان شاء الله، ومدى التنسيق ما بين الجهاز الفني لمنتخبنا مع وزارة الشباب والرياضة مع رابطة الاندية، والتنسيق ما بين جهاز المنتخب، وهل صلاح هيكون موجود ولا مش هيكون موجود، ال 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 الكلام ايه؟ الحقيقه التنسيق مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم دائم من اول يوم، وعملنا اجتماع ما بين مجلس اداره الرابطه والجهاز الفني بقياده كابتن حسام، وعرفنا طلباته الفنيه فيما يخص التوقفين مارس ويونيو، سواء اللي هو مارس البطولة الودية اللي في الإمارات أو في يونيو في الماتشين بتوع تصفيات كأس العالم، بوركينا وغينيا بيساو بره الأرض. فإن شاء الله أخذنا كل الطلبات دي وطلعنا بيها قرارات ونزل جدول الدوري. التوقف ده من يوم 12 آخر مباراة في الدوري داخل توقف مارس، وفي يونيو نفس الكلام، ونزلنا الجدول بالشكل ده طبقا لطلبات كابتن حسام. وزي ما قلت كابتن حسام وكابتن ابراهيم كجهاز فني مصري لهم مطلق الدعم والمسانده اللي ما حصلش عليها اي جهاز فني اجنبي، لان احنا طلعنا بره الكالندر باسبوع اوريدي، ولكن يستحق. وانا شايف ان دي خطوه متاخره لتولي كابتن حسام وكابتن ابراهيم، عندهم من الخبرات ان شاء الله تكون تجربتهم مع منتخب مصر تجربة تليق بمنتخب مصر وتليق بالكرة المصرية، ويحققوا مع المنتخب يعني إنجازات تعيد لنا ذكريات المدرب الوطني. أقول لحضرتك على حاجة، الجمهور كله في الشارع متفائل بكابتن حسام وإبراهيم، لأن في ناس كتير جدا قالوا إحنا هنروح الاستاد عشان كابتن حسام وإبراهيم، وعلى فكرة دي مشكلة كمان. وده يمكن أنا كنت بتكلم معاهم فيه، وإن ده انا بقى هضم صوتي لصوت الجمهور اللي في الشارع. احنا في ماتش بوركينا فاسو بتاع شهر 6، وهو ماتش يعني يعتبر فيصل في رحلتنا للتأهل لكأس العالم. فبدعو كل جمهور الكرة المصرية، لازم كلنا نكون خلف منتخب مصر، موجودين في استاد القاهرة بإذن الله، بنشجع منتخبنا وبنشجع جهازنا الفني ولاعبتنا. واحنا عندنا لعيبة جيل ده تستحق انها تحقق بطولات. الاخفاق موجود دايما في كرة القدم، بس المهم ان انت ما تقفش عنده كتير وتحسن من سلبياتك او الاخطاء اللي وقعت فيها عشان تقدر الراوند التاني تحقق فيه نتائج. فان شاء الله نتمنى ده. اخيرا سيادة النائب احمد دياب، مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن هيكونوا سبب في عودة الجمهور مرة اخرى للمدرجات، وخصوصا في ماتشات منتخب مصر؟ كلنا اسباب. فبالتالي هبقى سعيد جدا حتى ان الجمهور الاول ينزل عشان يروح يشجع كابتن حسام وكابتن ابراهيم او يدعمهم في بداية مشوارهم مع منتخب مصر، لكن اكيد هيظل الهدف تاني ان احنا كلنا نرجع نفتكر ان ده منتخب مصر، يعني منتخب كل واحد فينا. صح. فمنتخب مصر هو اللي محتاج التشجيع، هو ده اللي احنا بنعبر فيه عن وطنيتنا، عن حبنا لبلدنا، هي دي الحاجة اللي بتسعدنا. فاحنا محتاجين، فاكيد ان يكون كابتن حسام وكابتن ابراهيم جزء من استرجاع الذاكرة دي حاجة تبسطني وتشرفنا. ولكن زي ما قلت لك، خلينا كلنا اسباب، اعلام ومسؤولين وادارة واجهزة فنية ولاعبين، ان احنا نرجع تاني كلنا خلف منتخب مصر. وانا متاكد ان الجمهور المصري هيعمل كده ان شاء الله. ان شاء الله. سيادة النائب انا بشكر حضرتك، شرفتنا ونورتنا، متشرف، وان شاء الله اللقاء الجاي يكون مبارك لحضرتك.
لصعود منتخبنا ان شاء الله او نهائيات كاس العالم في امريكا 2026 باذن الله. ان شاء الله هنبارك لبعض ويكون المنتخب في كاس العالم ونروح ابعد حته ان شاء الله في بطوله الامم القادمه باذن الله. ان شاء الله. شكرا ليك وبتشرفني بقى. بشكرك فندم.